بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى بنتكلم عن مرض من أخطر الأمراض اللي بتصيب نبات الفلفل، سواء داخل البيوت المحمية أو خارج البيوت المحمية، سواء كان فلفل عادي أو فلفل ألوان أيا كان. المرض ده هو مرض فيروسي وبيسموه زبول الطماطم التبقعي. زبول الطماطم التبقعي. زبول الطماطم التبقعي ده فيروس، لما بتحط الصورة قدام أي حد بيقول لك ده فيروس. طيب الفيروس ده فيروس إيه؟ يهمني جدا يا جماعة إن أنا أعرف نوع الفيروس ده هو إيه. ليه؟ لأن أنا لو عرفت نوع الفيروس يبقى هعرف الحشرة اللي تنقل الفيروس ده هو، تمام؟ سواء بتنقله من نبات لآخر أو الحشرة ده هي يعني هي الحامل بتاع المرض ده أو الفيروس ده هو، فعشان كده لازم أتغلب عليه. وعشان أتغلب على الحشرة دي يبقى لازم أعرف سلوك الحشرة ده هي. الحشرة ده هي بتنشط في أي وقت وبنسيبها درجات حرارة إيه والكلام ده كله، تمام؟ اللي بينقل فيروس زبول الطماطم التبقعي ده هو زي ما حضرتك شايف كده، هي حشرة التريبس، مفيش غيرها؟ لا مفيش غيرها، هي الوحيدة اللي بتنقل الفيروس تبقع زبول الطماطم التبقعي، هي الوحيدة حشرة التريبس. طيب حشرة التريبس، المرض ده على فكرة يا جماعة بينتشر جدا، لازم تربط الخطوط في بعضها، خلي بالك طويل معايا بس عشان تطلع بمعلومة. المرض ده بينتشر في فصل الربيع. الربيع، طب يعني ايه الربيع؟ يعني الربيع بداية 21 مارس، انا بتكلم عن بلدي مصر مثلا، تمام، او دي معظم الدول العربية. في 21 مارس بيبدأ الجو يناسب جدا 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 حشرة التريبس، مش كده وبس. حشرة التريبس في الوقت ده يا جماعة، اشمعنى الوقت ده بالذات؟ لأن حشرة التريبس لو تعرف هي من أفضل العوائل بتاعتها محصولين اللي هو البصل والقطن في مصر، يعني إذا مشيت في شهر ثلاثة كده وأربعة، تمام؟ أول آخر ثلاثة وأول شهر إبريل اللي هو أربعة نيسان، يعني لو مشيت في مصر كده هتلاقي نفسك عمال بتضرب في قفاك كده، بتضرب في رقبتك، تضرب في جسمك ووشك وكده، من ايه؟ من حشرة التريبس، معروف عندنا في مصر كده، تمام؟ فكون ان المرض ده بيجي في الربيع هو مرتبط بان انشط وقت بيكون فيه حشرة التريبس ده في شهر ابريل بالذات اللي هو شهر اربعة، فعشان كده لازم اللي يزرع فلفل في شهر اربعة يحذر ويحاذر من المرض ده هو يا جماعة، تمام؟ يبقى انت عرفت المرض ده هو اللي بتنقله حشرة التريبس، دي رقم واحد. حشرة التريبس ده هي معروف ان هي بتتطفل، احسن حاجة بتحبها بتعشقها هي البصل والقطن، تمام؟ وان الحشرة ده هي بتنتشر في الوقت اللي بيكون فيه البصل والقطن اللي هو خلال شهر ابريل، تمام؟ فعشان كده من الاول خالص تبقى عامل حسابك انك انت ان حضرتك في الوقت ده هو تبقى مجهز المبيدات بتاعتك ومستني او منتظر، وما تنتظرش كمان، لازم تكافح حشرة التريبس عشان ما تعمل لكش المنظر اللي انت شايفه ده. الورق في الاول بيبقى بالمنظر ده هو يا جماعة، بعد كده بيتحول لاتباعا بالصور اللي احنا بنعرضها ده هي، يعني حالة بتسلم لحالة لحد في الاخر ما بيحصل مشاكل على الثمار اللي انت بتشوفها ده هي، تمام؟ خد بال حضرتك، الثمار اللي هي ما اللي هي اكتملت قبل ما يجي الفيروس ما فيش اي مشكلة فيها، بس المشكلة الثمرة اللي بتيجي بعد الفيروس دي كلها مشاكل، وللأسف الشديد مشاكلها كبير، وبتوصل لمرحلة ان هي اساسا ما عادش بتنفع خالص نتيجة للنخر اللي انت بتشوفه على الثمار هو، وان هي بتبقى غير اقتصادية بالمرة، والاوراق بتتدمر، والنبات بيحصل فيه ذبول كامل بينتهي بموت النبات. طيب في الحالة يا جماعة اللي احنا بنتكلم فيها ده هي، لازم تبقى واخد بالك من التريبس كويس وتجيب له مبيدات محترمة،
وكل 5 ايام لازم ترش رشة للتربس. التربس بيبقى موجود لو في البصل بتبص تلاقيه في الاغماد بتاعت الاوراق من فوق، وعشان كده الرش اللي هو بيبقى بزاوية ده ما بيجيبش فيه نتيجة، لازم الرش يبقى رأسي يا جماعة، سواء في الفلفل وهو صغير او في البصل او في اي حاجة يبقى رأسي، علشان يقدر المبيد يوصل للاغماد بتاعت الاوراق والاماكن اللي بيكون هربان فيها التربس. تمام. المبيدات اللي هي بتجيب التريبس موجود مجموعة كبيرة جدا من المبيدات، أهم حاجة تراعي صحة الناس وانت بترش. من أفضل المبيدات اللي هي بتقضي تماما على التريبس اللي هي أي مبيد، أو المبيدات اللي هي من الشركات المحترمة اللي هي بتحتوي على المادة الفعالة اللي هي الأميدا كلورابرايد، تمام، زي المادة اللي موجودة في الكونفيدور. تمام. وفي كم مبيد تاني، في السيفانتو، فيه الموفينتو برضو مبيد كويس، بس الكونفيدور بيكون فترة التحريم بتاعته عالية شوية، بتكون 7 ايام. الموفينتو والسيفانتو تقريبا بتكون في حدود 2 او 3 ايام. فده لو انت بتجمع خيار او بتجمع فلفل او حاجة، ده بينفع يمشي معاه. بالنسبة للتريبس يعني هو مش معضلة ان احنا نكافحه، ولكن مشكلته ان هو فعلا بيوحيلك الاول ان مفيش حاجة، لدرجة ان احنا ممكن نكون شغالين في الخيار وبنجمع خيار، والجمعة اللي فاتت كان كويس الخيار وزي الفل، تبص تلاقي الجمعة دي تلاقي الـ مثلا الخيار كله مشقق كده، تلاقي في مشاكل في الـ الثمرة بتاعت الفلفل مثلا، كل دي مشاكل التريبس. فالتريبس يعني عدستك في جيبك، ودايما تفحص كويس الأغماد بتاعت الأوراق والأماكن اللي ممكن يستخبى فيها التريبس. تمام. تفحص كويس، ولو حضرتك يعني ظاهر جدا التريبس وبيتشاف حتى بالعين المجردة، مش لازم عدسة يعني، ولكن بنقول يعني لو النظر مش مظبوط زي حالاتي كده. تمام. فالتريبس يا جماعة هو النائل للفيروس اللي احنا بنتكلم عليه ده النهاردة، ومحدش يضحك عليك بس، ومجرد ما تشوف كده تقول ده حالة مدودي، هو مش حالة مدودي ولا بتاع، هو كل الحكاية وما فيها ان هو فيروس اللي هو زبون الطماطم التبقعي، واللي هو بيجي للطماطم وللفلفل، وبيجي للعائلة البذنجانية والعائلة المركبة، وبيجي للعائلة القرعيات، يعني ما شاء الله مش مخلي حاجة خالص. وده اللي حبيت اقوله لكم في الفيديو، يا ريت نسمعه كويس ونطبق اللي فيه. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.